هروح معاكم للكرة الطائرة. مسؤولين الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة برئاسة الدكتور عمرو علواني اعلنوا خلاص ان في 7 دول اكدت مشاركتها في التصفيات الافريقية للرجال والمؤهلة للاولمبياد اللي جاية. التصفيات دي هتتلعب هنا ان شاء الله في مصر على استاد القاهرة الدولي في الفترة من 6 ولحد 12 يناير اللي جاي. والمنتخبات اللي هتشارك في التصفيات دي هم الكاميرون وتونس والجزائر وغانا والنايجر وباتسوانا، وطبعا بالإضافة إلى المنتخب المصري. والمفروض بقى هيتم تقسيمهم لمجموعتين، وهيصعد الأول والتاني ويلعبوا مع بعض في الدور القبل النهائي، والكسبانين هيلعبوا مع بعض علشان نعرف مين اللي هيصعد للأولمبياد. مصر هي صاحبة آخر تمثيل لأفريقيا في الأولمبياد اللي فاتت واللي اتلعبت في ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016، وإن شاء الله برضو مصر تحقق إنجاز جديد في الكرة الطائرة ونصعد إن شاء الله برضو في الأولمبياد اللي جاية ونحقق برضو إنجازات مختلفة بإذن الله.